هلو، كيف كنت؟ أنا تكونوا بخير ان شاء الله. اليوم جاي بقراءة شهرية لبرج الجوزاء، رح احاول اتحدث فيها عن الاحوال العاطفية والاحوال العامة، وكذلك رح احاول اتحدث فيها عن العزاب. رح نشوف شو بخبرنا من مفاجآت. اوكي، هذه القراءة تنطبق على البرج الشمسي قمري الطالع، وفي إمكانية أن تكون قراءة عكسية خاصة إذا تحدثنا عن الجانب العاطفي. أوكي، قبل ما أبدأ يا برج الجوزاء، بدي أطلب منكم أن تزوروني على البيج تبعي على الإنستغرام، راح تلاقوها بصندوق الوصف. فلا تنسوا أنه تدعموني على الإنستغرام. بداية أصحاب برج الجوزاء عم شوف كأنهم بلشوا بداية جديدة، أو هن بصدد بداية مشروع، بداية علاقة، بداية شيء، يعني كأنه عم يحاولوا يبدأوا شيء من جديد. عم شوف كذلك على أنه كانت عندهم بالأوقات السابقة كانت عندهم خسارات، كان عندهم ألم، كان عندهم تفكير مطول بأشياء كانت سلبية جدا وعم تجيب لهم أرق. عم شوفهم كأنه يحاولون البحث عن الاستقرار برج الجوزاء وعلى السعادة الأبدية. أوكي، عم شوفهم يلجؤون للتجديد، للبدايات. بالنسبة للشريك، عم شوفه شخص من واضح، شخص نظرته كذلك للحياة غير واضحة، شخص مش واقعي أبدا. وعم شوفه شخص دائما يلجأ للأشياء اللي ممكن تكون وهمية، ممكن يكون شخص بعاقر العقاقير أو الملوثات، أو يعني بدخن، بيعمل مخدرات، حدا بيشرب خمر. عم شوفوا لهذا الشخص يلجأ دائما إلى أن لا يرى الحقيقة، لا يرى الواقع. عم شوفوا كذلك على أنه كتير محطم القلب. هذا الإنسان مجروح القلب، فعليا مجروح القلب، وهذا الإنسان شايل بقلبه كتير أشياء. لهيك أنا عم شوفه يتهرب من الواقع بأشياء تتمثل بالمخدرات. ممكن ما يكون مخدرات، بس هذا الإنسان غير واقعي، هذا الإنسان عنده وهم، أو ممكن هذا الإنسان عنده صورة غير حقيقية عنك. شايل مثلا أنه شايف فيك أشياء يعني مغلوطة عنك، يعني هذا الإنسان عم يشوف شيء ليس بالواقع. بالنسبة لك يا برج الجوزاء، عم شوفك بالوقت الحالي الأوضاع عندك جدا جميلة. ممكن أنتو أو أنت بالضبط أنه بتحبوا لهذا الشخص، تعشقوا لهذا الشخص، عندك شعور كتير كبير أو شعور جميل تجاه هذا الإنسان. عم شوفه على أنه بيلون حياتك، عم شوفه لهذا الشخص ممكن تتمنى الزواج منه وتريد الزواج منه، بس هذا الإنسان يعني بيعاني من مشاكل نفسية، بيعاني من مشاكل مش بإيده أصلا. ممكن للبعض يكونوا مفترقين، وللبعض كذلك يكونوا مع بعض. أوكي، عم شوفها لأنه الوضع الحالي هو ممكن معتزل، حتى لو كان بيحكي معك عم تشوفه قليل الكلام، قليل التواصل، ما عم يعطيك وقت، أو بتحسه دائما يبتعد عنك. هذا الإنسان عم تحسه شوي يعتزل الكلام معك. أما إذا كان يعني مفترقين، فطبيعي أنه معتزل الكلام معك وما بيحكي معك. عم شوفك على أنه بهذا الوقت مشاعرك ثابتة، وكأنه تتمنى شيء من هذا الإنسان. أنت تريد أن يقدم على خطوة الزواج، على خطوة الإصلاح إذا كنتم مبتعدين. فهذا الإنسان أنت تتمنى منه أشياء كتير كبيرة. ممكن أنت عم تشوفه شخص عنده مقومات انه يكون الشخص او الانسان المناسب بحياتك، او الزوج اللي مناسب بحياتك. وارد جدا انه هذا الانسان شايل بقلبه تجاهك. هيك عم يطلع عندي الطاقة، عم تطلع عندي الطاقة لانه هذا الانسان شايل بقلبه تجاهك، عنده شوي من الاشياء حاملة تجاهك ويريد اصلاح هذه الامور. ممكن هو ممكن بعلاقة ثلاثية، أو عنده مثلا عنده كتير أشياء عم تشغله عليك. ممكن يكون عمله هو العلاقة الثلاثية، أو الشخص الثالث اللي عم يتدخل لإبعادكم عن بعض. أوكي، في شيء يعزله عن الناس أو يعزله عنك. أوكي،
ممكن تكون حتى كذلك امرأة، ممكن هذه المرأة تكون برج ناري. عم شوف على انه انت نيتك تجاه هذا الانسان انه تستمروا مع بعض، انه تكونوا مع بعض، عندك نية انت بتحبوا لهذا الشخص حب كتير غير مشروط، لانه عم تطلع لي the lovers كمان، ال four of wands، ال temperance، في كتير كذا، في كذا ورقة بتحكي على انه انت بتحبوا لهذا الشخص وتنوي معه الاستقرار، انت تنوي ذلك. عم شوف على انه خطوته القادمة او مستقبل هذه العلاقة للمدى القريب، فانا عم شوف انه الace of cups. إذا كانت في مشاكل أو في يعني أشياء معوقات عم تعيق هذه العلاقة أو تعيق سيرورة هذه العلاقة، فعم شوف أن الأمور تتصلح، مستقبلها جميل جدا، ممكن حتى أنه تتصلح الأمور إذا كنتم متخاصمين، أما إذا كنتم أنتوا عندكم جفا بالعلاقة فالأمور رح يعني ترتوي من جديد وتصير العلاقة أهدن وأجمل. أوكي، بالنسبة للمستقبل البعيد لهذه العلاقة عم شوفها، لأنه عم يطلع لي الديث، عم شوف أنه هذه العلاقة ممكن تمر من مرحلة كارمية، هذه المرحلة الكارمية رح تخلي العلاقة إيه، رح تخلي العلاقة لصالحك، يعني شيء جميل جدا. ممكن هذه العلاقة تستمر ويصير عندها ديمومة كتير أطول، وإذا كان في مشاكل بالعلاقة تتصلح وتصيروا أحسن، لأنه عم تطلع لي دماج السن. دماج السن دائما عنده القدرة إنه يفعل شيء، إذا كنت عندكم ما كان عندكم القدرة إنه تتحكموا بالعلاقة وتتطور، يعني رح يصير هذا الأمر وارد جدا في العلاقة وتصير استقرارية أكثر بهذه العلاقة. أوكي، عم نشوف كذلك على انه للبعض منكم ممكن هذه العلاقة تتكلل بالزواج، في كثير من ناس تكون بمستقبل العلاقة البعيد في زواج، وفي في 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 مستقبل جميل لكم. ممكن للبعض منكم عم يحس بعدم الأمان، او عم يحس انه هذه العلاقة مش راكزة، ممكن لأنه الإنسان، هذا الإنسان أو الشريك اللي أنت بتتعامل معه في جفا، أوكي، في جفا بالعلاقة، وهذا الإنسان مبتعد بالوقت الحالي، وكذلك هو ممكن يشعر بعدم الأمان، أوكي، لأنه كمان مشاعره فيها توقف في صورت، يعني موجوع القلب، عنده أشياء عم توجعه هذا الشخص، في أشياء مش واضحة أصلاً لإله، ما عم يشوف الحقيقة، عنده صورة ضبابية، عنده صورة ضبابية تجاه كل الأمور، سواء عنك سواء عن كتير أمور، كأنه ما عم يشوف أصلا الحقيقة، وعنده تشويش فكري كبير. بالنسبة للطاقات عم شوف برج الحوت، القوس، عم شوف برج الجوزاء، عم شوف برج العقرب، الثور، وعم تطلع عندي الطاقات النارية المائية والترابية بكثرة، أما الهوائية فعم شوفها قليلة جدا. لا أنكر أنه في كذا كارت بيحكي عن الهواء، بس عامة الطاقة يغلب عليها الطاقة النارية والمائية والترابية. بالنسبة للعزاب عم شوف على أنه ممكن تكون في فرصة جديدة لإلهم، أو في علاقة، أو في شخص جديد سيتقدم لإلهم، ممكن كان عم يراقبهم من بعيد وما كان عم يبدي خطوة للأمام، بس عم شوف أنه المستقبل ممكن يتقدم، ممكن يحكي، أو ممكن أنتوا تبدأوا علاقة مع شخص جديد. عم شوف أنه هذه العلاقة بالبداية رح تكون كتير غير واضحة، رح تكون هذه العلاقة غير واضحة وغير مفهومة، بس أنا عم شوفها لأنه ممكن رح تكون البداية مش جيدة أبدا، رح تكون البداية فيها ممكن نوع من الخصامات، عدم التفاهم، عدم التفاهم، ممكن تحصل أشياء ما بتفهمها، يعني ما تفهم الشريك جيدا، بس يعني التوازن بالعلاقة رح يصير بعدين، أوكي، رح تفهمه بعدين، رح تفهم طباع هذا الإنسان وتصير تحسن من العلاقة مع هذا الإنسان، أو تصير متجاوب أكثر مع هذا الشخص. أما بالنسبة للطاقة العامة يا برج الجوزاء، اوكي
ممكن للبعض عندكم كتير أحلام، عندكم كتير متمنيات. عم شوف ممكن حتى البعض فيكم رح يصير عنده أحلام بالمنام وتتحقق. على فكرة ممكن، على فكرة بتصير تفكر بالزواج كتير، ممكن حتى أنه تحلم بالزواج أو تحلم بأشياء كأنه عبارة عن رسائل لإلك من الحلم، عشان أنه في زواج في حياتك لأنه عم تطلع للويدن. عم شوف كذلك لأنه يا برج الجوزاء ممكن تكون في خصامات أنت والشريك، في مشاكل ممكن رح تنشأ بحياتك بهذا الشهر. ممكن كذلك إذا كانت الأوضاع المالية غير جيدة بالنسبة لك يا برج الجوزاء، ممكن تتحسن الأمور من هذا الشهر لبعدين. ممكن يصير في نوع من الرخاء المادي بالنسبة لبرج الجوزاء، بس عم شوفك عم تصرف مال كتير. برج الجوزاء يعني معروف إنه إنسان بيصرف مال كتير. عم شوفك عم تهتم للشغل، بس كذلك حتى الحظ رح يكون معك. إذا أنت يعني عندك نية للسفر، فعم شوف ممكن تكون الأمور السفر جدا جيدة، بس يعني عم شوفك كتير كأنه عم تفتعل خصامات مع أشخاص. حاول إنه ما تفتعل خصامات، لأنه عم شوفك شوي طاقتك بهذا الوقت كتير نارية وفيها نوع من المشاكل والصراعات. عم شوف كذلك على أنه الناس اللي عم تبحث عن عمل، ممكن العمل يصير أسهل ويتيسر أحسن. ممكن عم شوفك يا برج الجوزاء ممكن عم تزور الحكيم، أو ممكن حتى عندك قضايا بالمحكمة تتعلق بميراث أو مال، أو في أحد اختلس مالك. أوكي، عم شوف على أنه كذلك مشروع كما يظهر، يعني السفر جدا وارد. وعم شوف على أنه في قضايا كتير، في عم يطلع لي أنه في مشاكل مع أشخاص. شوف فيها برج الجوزاء، عم شوفك كأنه عم تدخل بمشاكل مع ناس، وعندك يعني عندك مشاكل مع كذا شخص. عم شوف على أنه في شخص كذلك يعني يريد الانتقام منك، يريد أن يهزمك، يريد أن يكون هو الأول، لأنه عم شوفك ممكن إذا كنت أو كنت شخص يعني سهل المنال، ممكن هذا الإنسان يعني يشعر برضا داخلي انه فاز عليك. اوكي، هذا الانسان عم يراقبك من بعيد. عم شوف كذلك على انه في كتير اشياء سلبية ممكن عم تفكر فيها، في امور تتعلق بالمال يا برج الجوزاء عم تقرقك، وكأنه في احد اخذ مالك. عم شوف على انه عندك حيرة كتير كبيرة، وكأنه في بابين سيفتحان امامك. ممكن باب يتعلق بكل ما هو اشتغل على الانترنت، او الاشتغال بمجالات تتعلق بالسفر. عم شوفك عم تكذ بهذا الامر، او انت عم تقدم على كذا شركة او كذا عمل. عم شوفك كتير تعبان على هذا الامر وتريد يعني انفراجات، بس الامور ممكن ما تكون بالسرعة التي انت تتمناها يا برج الجوزاء. ممكن شوفك اكثر عم تشتغل، عم تكد، عم تعمل، بس يعني المستقبل البعيد ممكن يكون في عطاء أكثر. بس تحلى بالقوة، تحلى بالصبر، ما تهتم بالوقت الحالي، وحتى لو كان في نوع من الجفاف المادي وما كان عندك المادي ميسرة بهذا الوقت، فبالمستقبل البعيد كتير الأمور راح تتحسن. أوكي، ممكن أنت تحصل على أموال تتعلق بإرث من العائلة، بس احترس. عم تطلع لي كذا مرة إنه احترس من أحد يريد محاولة إنه يأخذ هذا المال منك. يعني ما بعرف شو القصة يا برج الجوزاء، بس عم شوف في شخص كأنه بيحاول إنه يختلس هذا المال أو يختلس شيء منك يا برج الجوزاء. بس حاول إنه تسكر عليه الباب نهائيا، ما تفتح أبدا الباب عليه. بالنسبة للصحة، عم شوف على إنه في ممكن تكون زيارة حكيم، بس لا شيء يعني مش شيء كتير كبير. عم شوفك ممكن ما عم يجيك نوم،
وإذا نمت عم تحلم بأحلام ورؤى، مش بس أضغط أحلام، عم شوف رؤى كأنه شيء سيتحقق وراء هذه الرؤى، عم شوفها لأنه صحيا الصحة الحمد لله جميل جدا، مش شيء ممكن تحس بصداع نصفي مثلا، أو ممكن أنا حتى عم شوفك أنه رح تمارس الرياضة بهذا الأسبوع، تحس أنه جسمك مكسر شوي من وراء هذا التعب. بس عامة الجو العام جيد جدا بالنسبة لبرج الجوزاء، بس احذر من أشخاص ممكن يكونوا خادعين جدا لإلك أو يريدون أخذ مالك. أوكي، هذا كل شيء بالنسبة لبرج الجوزاء. بتمنى لك كل الخير والمسرات، وما تنسوا تعملوا لي لايك وسبسكرايب.